مبروك نوفا، مبروك كتير كتير حبيبتي. حبيب برص وعصر خرص. ازيك دلوقتي يا نوفا؟ الحمد لله يا اخوي. مبروك يا مرات خالي. الله يبارك فيك يا حبيبي. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. ما تقعد يا حبيبي تريح جنبها، ما هي مريحة اهي. ما تقومي يا بطة تجيبي حاجة لابن عمتك. تشرب ايه يا عبد الوهاب؟ لا متشكل مش عايزة. تشربي حاجة يا أمينة؟ Yeah, thank you, Abdul Wahab. Please, I want any fresh juice. ها؟ ها؟ تاخد ايه؟ خدها ربنا بعيد عنك. قادر. روحي يا فاطمة هي عايزة ايه يا حبيبي؟ في عصير. ايوه هو شوز يعني عصير؟ هاتلها شوز. طب لو سمحتي هاتلها من فضلك. Thank you. Please, Abdul Wahab. Please, أنا نفسي أشوف البيبي. Please, Nova. ممكن هات البيبي؟ ناولي يا عبد الغفور يا مام. لا يا أختي. لا الأحسن تكون قصة شعرها ولا حاجة تشهر البيت. أنت قصة شعرك يا أمينة؟ لا يا ماما ما قصتش شعرها ولا حاجة. ليه في حاجة؟ أصل يا أخويا بيقولوا اللي تحلق راسها ما تخشش على واحدة والدة لا تشهر. عبد الوهاب what's the meaning of اشهرها؟ مش فاهم. يعني عين امك تنشف لبن صدرها يا حبيبتي. او ماي جاد يا ماما انتوا لسه بتصدقوا في الحاجات دي؟ جرايه يا ابني الحاجات دي مجربينها من زمان طول عمرنا. نيفر مايند على العموم انا مش قص شعري نيفر. خلاص يا فتحيه اديها الوقت ما دام هي مش قص شعره يعني انت مش حالق. يا yeah, يا yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. سمي القبله. ها؟ سمي. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. جود باي جود باي. جميل جميل عبد الوهاب. الخالق الناطق ابوه. يا ده انت يظهر بتحب خطير قوي يا نوفا. لا بقى يا عبد الوهاب ده تقاطيعه كلها جده الحاج. هاتي بقى ندي المامته. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه بالراحه خضير بالظبط. بس يا عبد الوهاب شايفه يا ماما عايز يفرسني ازاي؟ يا بنت بيهزر معايا ده كان هيوجع عليك امبارح. ده حتى فاطمه بنتي شافته صعب عليها وقالت لي يا ماما عبد الوهاب ابن عمتي حنين قوي قوي. يا اختي هو انا في حنيه ابني ابدا؟ اهو طالع لبطه كده اهو رخله ما تستحملش الهوا على اهلها. كلت يا حبيبي؟ انا طبخه يا حبيبي مسقعه وبتنجان محشي اغرب لك؟ مسقعه ومحشي يا مرات خالي في المستشفى؟ ليه يا اخويا ما ناكلش لو احنا الله اكبر عندنا حاجه وحشه؟ المستشفى يا ماما فيها اكل. استغفر الله العظيم هو اكل المستشفى ده يتبلع؟ خلي اختي فاطمه تغرف له. نو ثانكس مام انا وعبد الوهاب اكلنا ساندوتشات احنا جايين في السكه. سندوتشات في السكه؟ سندوتشات ده ايه؟ ده راجل بعدين يهفت يقع. يا اختي فكرتيني بالراجل يا ترى هتاكل ايه دلوقتي يا عبد الغفور؟ بطه جري على عمتك اطبخي لعمك الحاج. طب ما ثانيه وبهيره بيعرفوا يطبخوا يا ماما. هي نظيره الوحيده اللي ملهاش في الطبيخ ليها في اللمضه وبس. الو اخيرا افتكرتي. عارفه انا لو اخوكي ما كانش قال لي على ظروفكم كان بقالي معاكي كلام تاني. ليه؟ علشان وحشاني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انت عامل ايه؟ كويس؟ وانا كمان. عارف انا كنت مبسوطه قوي لما لقيتك بتكلم عبد الوهاب. على فكره انا كنت جنبه. يا قلبك. طب كنت قولي له اديني التليفون اكلمه. طيب 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 ما تتخضيش قوي كده. على الاقل يا ستي كنت قولي له سلم لي عليك. ليه بقى؟ واحنا مش واخدين مع بعض عيش وملح ولا ايه؟ عارفه يا نظيره انا نفسي بقى اخوك يعرف، نفسي كل الناس تعرف. طيب يلا انا عايز اشوفك ضروري.
قولي لي انت بتتكلمي منين؟ من البيت. مالك تخضك كده ليه؟ لا 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 مفيش حد عندي، انا وسنية وبهيرة. لا طبعا ما يعرفوش اني بكلمك. لا بتكلم من اوضه بابا. لا 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 ما ينفعش النهارده خالص، اصل ماما مش موجوده وبابا كل شويه يضرب لنا التليفون عشان يطمن علينا. على العموم هكلمك بكره. خلاص بقى ما تزعلش. لا 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 اكيد هكلمك بكره. يلا بقى مع السلامه. مين ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حد بيدخل كده؟ ولا احم ولا دستور؟ ازاي تدخلوا الباب مقفول؟ مش تخبطوا الاول؟ والله بقى لما تبقى اوضتك ابقي اتكلمي. مين ده بقى؟ انا بقالي مده وانا شاكه فيك. شاكه فيا؟ شاكه فيا يعني ايه؟ تصرفاتك كده مش ولا بد. ده مش موضوعنا، احنا عايزين نعرف انت كنت بتكلمي مين. ده زميلي. زميل؟ زميل ولا حبيب؟ انت يا بنت كنت بتكلمي مين؟ بقولك ايه، انت لو ما اتكلمتيش هقول لماما وماما هتقول لبابا، وانت عارفه بقى ايه اللي هيحصل. ده حسين. حسين؟ حسين مين بقى ان شاء الله؟ حسين فهمي؟ انت عرفتي اسمه منين؟ حسين فهمي بتاع السيم ابو عين حلوه ده؟ يخرب عليك يا بنت عرفتيه ازاي؟ سيم انت رخ. ده المهندس حسين سامي فهمي صاحب عبد الوهاب اخوي. صاحب عبد الوهاب؟ لا بقى ده انت زودتيها قوي، ده لو عبد الوهاب عرف هيشرب من دمك. اولا العلاقه بيني وبين حسين محترمه جدا، ثانيا دي حياتي انا محدش له دعوه بيها، وبعدين ما انت كنت بتعرفي نبيل. خلاص خلاص قفلي السيره دي. ما انت اللي خليتيني افتحها. برضه انتوا كده خرجتوا عن الموضوع، انا عايزه اعرف ايه الحكايه بالظبط. بس الكلمه انت وهي ده يسر عبد الوهاب اخويا جه هو وامينه. شوفي اللي كنا فاكرينها عبيطه. صحيح ياما تحت السواهي دواهي. مالك يا سنية؟ يظهر ان انا وانت يا بهيرة هنقعد في البيت ده بوزنا ببوز بعض. لا يا سنية انا مش عايزاكي تبقي متشائمة كده ولا كمان تزعلي، وبعدين محدش عارف بكرة هيحصل ايه، مش يمكن يجيلك حظ احسن من اللي فات. ليكي حق تقولي الكلام ده، ما انت ظروفي غير ظروفي، انت على الاقل في انسان لسه متعلق بيكي وعايز يصلح غلطه. لكن انا بالنسبه لي خلاص كل شيء ضاع انتهى. لا يا سنية لو كنت فاكره ان انا ممكن ارجع له، لا انت حتى لما اتجوزتي نبيل حسيتي بطعم السعاده، حتى لو كانت فتره قليله، وحتى لو انت قلتي لي انها كانت وهم برضه حسيتي بطعم السعادة. لكن أنا من ساعة ما اتجوزت إبراهيم وهو بعيد عني، ثانية أنا كنت عايشة في عذاب. أنا اللي مزعلني حاجة واحدة بس، إن الإنسان اللي أنا اخترته بنفسي ووقفت قصاد أبويا وحكمت رأيي عشان أتجوزه طلع ما يستاهلش. لكن أنت ظروفك مختلفة، أنت على الأقل كل اللي حواليكي متعاطفين معاكي، لكن انا حاسه ان كل اللي حواليا شمتانين فيا. لا يا سنية بالعكس، اي واحده تانيه كانت ممكن تمر بنفس التجربه اللي انت مريتي بيها. وبعدين مفيش انسان بيقدر يقف قدام عواطفه، حتى بابا اللي احنا بنقول عليه انه شديد وما عندوش عاطفه، انت عارفه هو بيحبنا قد ايه، وعارفه لو واحده فينا تعبت او حصل لها اي حاجه هو بيبقى تعبان قد ايه. فاكره امبارح لما قعد يزعق على التليفون وقال محدش يتكلم في التليفون، كان عايز يطمن على نوفا، عارفة عمل ايه؟ ماما قالت لي انه ما نامش طول الليل عشان عايز يتصل بيهم ويطمن عليهم. انا عارفة ان ابويا ده احن اب، وان مفيش اب في الدنيا زيه، وعارفة ان هو بيحبنا وخايف على مصلحتنا، وده اللي معذبني اكتر لما عرفت حقيقة نبيل. كان بيتهيألي ان ابويا ده ما بيحبش غير نفسه وفلوسه ومصلحته وبس، لكن لما عرفت الحقيقه حسيت ان انا ما استاهلش حبه. بهيره انا عايزه اقول لك حاجه، مش مهم الانسان يغلط، المهم يعرف غلطه ويحاول يصلحه. عشان كده يا بهيره انا بتمنى ان انت ترجعي لابراهيم. عارفه ليه؟ لأني متأكدة إن هو بيحبك.
بصراحه انا زهقت مع عبد الغفور ده، كلمته فوق الخمسين مره مفيش فايده. عبد الغفور ده انا عارفه دماغه الزلطه ليان منه. انا متاكد انه لو ادوني فرصه وقعدت مع بهيره هقدر اغير رايها. طب وانت هتقعد معاها ازاي؟ دول حتى ما بيخرجوش من البيت. الحقيقه بناته متربيين احسن تربيه، ده اللي مزعلني. عارف يا ابراهيم، ده انت مهما لفيت ودرت مش هتلاقي اخلاق زي اخلاقهم. الواحد بيسمع حاجات اليومين دول جسمه بيقشعر. ما همك دي ما تعرفش تتكلم معاها في موضوع، تبقى بتتكلم في موضوع تدخلك في موضوع تاني، تتكلم في الشرق تدخلك في الغرب، طول عمرها كده. اهي دلوقتي دخلت في ازمه الاخلاق. طب ايه رايكم لو اطلب من خضير يحدد لي ميعاد مع بهيره في بيته؟ والله فكره، بس هي هترضى تروح؟ تاهت ولقيناها، وعلى فكره خضير خلف. نوفا وجابت ايه؟ انا مالي جابت ايه ولا ما جابتش ايه دلوقتي؟ المهم دلوقتي تاخدي بعضك وتروحي تباركي. انت عارفه فاطمه بتحبك. وانا بموت فيها، بس مكسوفه اروح لها بعد اللي عمله ابنك في بنتها. بقى ابني انا لوحدي دلوقتي. المهم خلينا في اللي احنا فيه، ايه رايكم بقى في الاقتراح ده؟ طبعا اقتراح عظيم يا بابا. بس تفتكر حضرتك اروح مع ماما ولا خليها هي تمهد للمقابله؟ مساء الخير يا بنات. مساء النور يا بابا. مساء النور يا بابا. امال فين نظيرة؟ نظيرة في اوضتها بتذاكر. ربنا ياخد بيدها. اول مرة ارجع البيت ما لاقيش امكم. ربنا ما يحرمك منها يا بابا. بجد ليها وحشه؟ انا عارفه، بس ايه اللي خلاها تبات الليله دي في المستشفى؟ ما كفايه خالتي فتحيه. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا سنيه يا بنتي؟ فتحيه دي طلعت ولا نزلت تبقى حماه اختك، لكن دي امكم، وانتوا عارفين غلاوتكم عند امكم قد ايه. اصل احنا يا بابا قلقانين على حضرتك، وكمان زعلانين ان ماما سايباك لوحدك، وعارفين ان حضرتك ما بتحبش اي حاجه غير من ايدها هي. معناته ايه الكلام ده؟ تكونوش ما طبختوش بدل امكم وهتنيموني من غير عشاء؟ معقول يا بابا؟ انا عامله لك الاكل اللي انت بتحبه، بس على شرط. هو الاكل فيه شرط؟ قولي. يعني تاكل من سكات، ما تتريقش علينا. الله يخرب عقلكم، ده انتوا الظاهر بقى منيلينها تمام التمام. لا يا بابا مش قوي يعني، بس حضرتك دوق الاول. وروني شطارتكم، بس اوعوا تطلع كلام على راي المثل، الفشر فشر والعشا خبيزه. يه هغير هدومي وانتوا حضروا العشا. المستشفى كام؟ صباح الخير. جود مورنينج نزيرة. في ايه؟ مالكم؟ شهر العسل خلاص خلص؟ ده لسه بدري قوي. في ايه يا امين؟ عبد الوهاب ماله؟ نزيرة انا مش عارف عبد الوهاب متضايق من ايه اساسا. هو متضايق من ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي بقى؟ ده وشك بيقول ان في حاجات كتير قوي.
نزيرة ببساطة، عبد الوهاب متضايق عشان أنا بقول انزل اشتغل، هو مش عايز اشتغل. اسأليها يا عزالة اشتغل فين؟ عايزة يشتغل فين يعني؟ Of course عايزة يشتغل مع مستر حاج عبد الغفور. أنا غلطانة في كده نزيرة؟ أنا قلت لك 100 مرة أنا مش عايزة أشتغل مع بابا. انت نفسك قلتي لي قبل كده انك رفضت الشغل مع ابوكي رغم ان عنده محل جزم كبير في امريكا. مظبوط كلام مظبوط، انا قلت كده. انا رفضت عبد الوهاب اشتغل مع بابا في امريكا عشان انا كان عندي هدف عايز احققه. انا كنت عايز ابقى دكتورة اسنان وفعلا بقيت كده. بس انت مش عايز تشتغل مع باباك مستر حاج عبد الغفور without any reason. مفيش سبب. للأسف كمان انت مفيش كارير، كمان شهادة جامعية انت فشلت فيها عبد الوهاب. انا ما فشلتش في دراستي، انا درست اللي انا عايزه، مش مهم اخد شهادة، المهم اعرف اللي انا عايز اعرفه. ما كتير في كتير واخدين شهادات. عندك بابا مثلا الناس بتعتبره انجح واحد مع انه لا دخل مدرسة ولا جامعة ولا حتى نقطة اطفال. أنا كمان بعتبر بابا أنجح إنسان، مش أنجح إنسان وبس، أنا بعتبره معجزة. أنا عارفة كل حاجة عن مستر حاج عبد الغفور نزيرة. أنا عارفة إنه مستر حاج عبد الغفور ما كانش بيهرب من مدرسة، ما كانش بيهرب نفسه من التعليم. مستر حاج كان عنده ظروف صعبة. So اعتمد على نفسه، اعتمد على ذكائه لحد ما عمل معجزة. بس انت عبد الوهاب انت ما كنتش محروم من التعليم، مش محروم من ولا حاجة، انت حرمت نفسك بنفسك. انا شخصيا مبسوط كتير كتير من نزيرة عشان هو عارف هو عايز ايه بالظبط، ماشي مظبوط في التعليم، عارفة her own career. عشان عايزه تاخد شهاده؟ ما في مليون واحد معاهم شهادات، لكن المهم هي هتعمل ايه بعد كده؟ اسمعني عبد الوهاب، انا مش بقول ان الشهاده دي حاجه مهمه، بدليل حاجه واحد بس، مستر حاج عبد الغفور وبكره كتير كتير عندكم في بلادكم وعندنا احنا كمان عملوا معجزه كبيره من غير شهاده. أنا كل بقوله أنت لازم اشتغل عبد الوهاب، لازم try again لحد ما تنجح. maybe يمكن أو جايز تبقى حاجة زي مستر حاج عبد الغفور. أنا مش عايز أبقى زي بابا، قلتلك مش عايز. مش لازم تبقى زي بابا، بس لازم يبقى لك كيان. ومين قالك بس إن أنا مش عايز يبقى لي كيان؟ أنا لسه بفكر أنا هعمل إيه؟ ما أنت بقالك سنين بتفكر ولحد دلوقتي ما عملتش أي حاجة. طب اسأليها كده، اسأليها. أنا قلت لها إني مستعد أسافر معاها أمريكا وأشتغل هناك، حتى لو اضطريت إني أشتغل مع بابا في تجارة الجزم. ده أنا حتى فكرت إني أحول التجارة دي لصناعة كبيرة وممكن أدبر رأس المال اللي بتدبي المشروع ده. ومين قالك عبد الوهاب إن أنا ممكن أسيب مصر؟ عبد الوهاب انا لو عايز اسيب مصر اساسا مش كنت اتجوزتك. مش قادره تفهم كل اللي في دماغها ازاي تستغل ابويا وبس. طب اسالي نظيره اهو قدامك اهي، هي ترضى تشتغل مع بابا رغم انها هتاخد شهاده وبقى عندها حريه الاختيار؟ انا فعلا بحب بابا جدا وبالنسبه لي مثلي الاعلى، بس لازم ابقى انا، لازم يبقى لي شخصيتي المستقله. سمعتي كل انسان لازم يبقى نفسه. عبد الوهاب انت ممكن تلاقي نفسك your own self وانت بتشتغل مع باباك. واضح ان المناقشه بينكم هتطول، معلش يا هوبا انا مضطر امشي عشان عندي محاضرات، بس انا من رايي ان انتوا تستمروا في المناقشه لان المناقشه دي مظهر حضاري صحي، اكيد هتوصلوا لحل. ايه عبد الوهاب كان بيزعق ليه؟ خلافات في وجهات النظر. انت بتتعبي ايه؟ مين قال اللي كان بيحصل؟
انتوا عاملين زي العوانس ده، انا مش فاضيه لكم، انا عندي جامعه. استني هنا، مش هتروحي الجامعه الا ما تقولي ان عبد الوهاب كان بيزعق ليه. هتقولي ولا ادخل اقول لماما؟ هتقوليها على ايه؟ هقول لها على الباشمهندس حسين. لا انت تقولي لعبد الوهاب احسن. والله انتوا فايقين ورايقين قوي. بنتي النظيره، انا سمعت عبد الوهاب وهو بيزعق بيقول انه ابصر عايز يروح يشتغل في حته مش عارفه هي فين. في امريكا. امريكا؟ تلاقي الست امينه هي اللي ورا الحكايه دي. اه لو ماما عرفت. لا لا لا، مش امينه دي، بالعكس دي عايزاه يشتغل في مصر وخصوصا مع بابا. على راي هاملت تلك هي المشكله. هاملت؟ وده مين هاملت ده كمان يا بت؟ جهل. هاملت عبد الغفور البرعي. صباح الخير يا خضير. صباح الفل يا حاج. ما حد سال عليا؟ مفيش غير محفوظ بيه. كان عايز ايه؟ كان بيسال على اسم المستشفى وعنوانها، علشان والدة ابراهيم عايزه تروح تهني وتبارك. بس دول هسيبوا المستشفى النهارده، وانت قلت له ايه؟ انا اديته اسم المستشفى وعنوانها. بس انا خايف الست تضرب المشوار على الفاضي. الو. ايوه محفوظ. اهلا يا نظير. ازيك يا حسين؟ تاخدي ايه؟ ولا حاجه. يبقى 2 ليمون. ايه بقى يا سيدي الموضوع المهم اللي انت جايبني لحد هنا عشان؟ اولا انا كنت عايز اشوفك عشان وحشتيني. انت مش بتقول انك انسان قوي تقدر تسيطر على عواطفك؟ معلش الظروف بقى بتحكم. ظروف ايه بقى ان شاء الله؟ نظيره انا قررت اتجوز. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. ومين بقى العروسه ان شاء الله؟ بس 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 ايه اللي قوله لي؟ انت هتفضحينا؟ ايه السؤال البايخ بتاعك ده؟ انا اسفه يا استاذ، يظهر ان انا مش من حقي ان اسالك. هو ايه اللي مش من حقي ومش من حقك؟ مش انت زعلت لما سالتك؟ ايه البدايه دي بقى؟ طب عايزني اقول لك ايه؟ تقولي لي اي حاجه، موافقه رافضه؟ هو انا مامتك وانا مالي؟ دي حاجه خاصه بيك انت. انت هتجننيني. تعالى هنا اقعد هتفضحنا. انت هتجننيني. اللي يسمعك بتتكلمي كده قول ان انا هتجوز واحده تانية غيرك. قصدك يعني؟ ايوه قصدي يعني. تسكتي ليه بقى؟ ولا السكوت علامه الرضا؟ لا الكلام ده كان زمان، دلوقتي السكوت علامه التفكير. ايوه بس الموضوع مش محتاج تفكير. مين قال كده؟ اي موضوع في الدنيا محتاج لتفكير، وخصوصا في موضوع زي ده بيتوقف عليه مصيرك ومصيري. ايوه بس احنا تقريبا متفقين. انا ما اتفقتش معاك على حاجه. يعني ايه؟ يعني انت فاجئتني. طب وايه المطلوب؟ تديني وقت افكر. ايوه وقت قد ايه يعني؟ يعني سيبنا افكر، واول ما الاقي الرد هتصل بيك واقول. وهي مالها اصلا بموضوع زي ده؟ هي عايزه بس تحكم رايها وتشغله غصب عنه؟ دي مراته يا فاطمه، ومش عاجبها ان يقعد كده من غير شغل زي العطليه. وهي ناقصها ايه؟ ما هي قاعده بتاكل وبتشرب وبتنام وعايشه احسن سكنه وعايشه احسن عيشه كمان، ولا هو باطر؟ تبص ايديها ووشه وضهر. انا شايف ان البنت مش غلطان. انت من ساعه ما حطت رجليها في البيت وانت بتدافع لها. الله، هو مش ابنك؟ ايوه ابني، بس مش عاجبني حاله، والحق ما يزعلش. بس مش كل شويه تنكد عليه كده. ايوه يا ماما، بس هي مش عايزه حاجه غير مصلحته. مصلحته ولا مصلحتها يا اختي؟ يا ماما الزوج والزوجه مصلحه واحده. انتي مالك؟ انتي شاهمك اساسا في الحاجات دي؟ انتي مالك؟ عاجبك كده يا بابا؟ ما انتوا ما بيبانش في بقكم فولا، كل حاجه تروحوا تقولوها لماما. انا ما قلتلهاش حاجه. انا اللي قلت، ما هي ماما لازم تعرف كل حاجه بتدور في البيت ده. طبعا، ما انتي قاعده فاضيه ما وراكيش حاجه. قصدك ايه يعني؟ بس خلاص، فضونا من السيره دي. قومي يا فاطمه حضرينا العشاء، شوف الولاد عاملين لنا ايه. وهي الدلعه دي فين لحد دلوقتي؟ في واحد في الدنيا يسيب مراته بره كده نص الليل؟ ودي النهارده كمان عندها اجازه. وكمان النهارده عندها اجازه مفيش عندها شغل؟ اتفضل بقى شوف اللي بيحصل في بيتك. اسال ابنك، ما تسالينيش انا. وابني ذنبه ايه؟ ابني قليل الحيله مش قادر عليها. بس هو اللي اختارها. وعلى راي المثل اللي ينزل البحر يستحمل موجه. يلا حضري لي العشاء، عايز انام. البيت ده ما بقاش فيه غير وجع القلب. والبنات دول بقى على كده طبخهم عجبك؟ قال ايه اللي رماك على المر؟ قلت اللي امر منه كده. انت مش عجبتك الباميه بتاعتي؟ بصراحه
بعد طبيخ امك مفيش لقمه ليها طعم في بقي كده في الدنيا كلها. ان شاء الله مع دمك اب تعيشي. بنات الكمانجات تيرارا را 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 دوم 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 دوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا عبد الوهاب؟ معقولة انت هتاكل معانا بجد؟ هوب انت طبيعي؟ ما تكتني يا بنت انت وهي. امال مراتك فين يا حبيبي؟ يا عبد الوهاب امينة فين؟ خرجت. معقولة يا ابني؟ ده الساعة داخلة على 10. اصلها مش هترجع للادي. مش هترجع؟ هي سابت البيت؟ يعني ايه سابت البيت يا ماما؟ يا ابني ما انت اللي قلت ما هيش راجعة. انا قلت مش هترجع الليلة. اصلها هتبات عند الدكتورة خيرية. وازاي تسمح لها بحاجة زي دي؟ لقيت ان كل واحد يرتاح ليلة بعيدة عن التاني احسن. لا انا ما افهمش في الكلام ده، نرتاح وما ارتاحش انا ما افهمش في الكلام ده، فاهم انت؟ من اولها يا ابني. أو ده الفرق اللي بيني وبينك. أنا متجوز أمك ربنا يخليها لي فوق ال 25 سنة، يعني تأبيدة. ما فكرتش في ليلة آخد راحة. وأنت عايز ليلة راحة وأنت لسه يا دوبك في شهر العسل. ماما دي نعمة. ربنا سبحانه وتعالى بينعم بيها على اللي بيرضى عليهم من عباده. أنا بقى لسه ربنا ما أتمش عليا نعمته. يا ابني ربنا بيرضى على الناس اللي بيشتغلوا عشان يوصلوا للرزق اللي هو كاتبه لهم. رايح فين يا حبيبي؟ اقعد كمل اكل. شبعت. يعني كان لازم تنكد اهو زع. الحق ما يزعلش يا فاطمه. بابا ما قالش حاجه غلط. وانت ايش دخلك بينا انت؟ انت عارفه ابنك ده حايس ليه يا فاطمه؟ عشان اتجوز جوازه هو مش قدها. يا اخويا ما تقولش الكلام ده، ده هي اللي مش قده. انت ناسبني يبقى ابن مين؟ ده ابن عبد الغفور البرع على سن وروم. الحكايه مش حكايه فلوس يا فاطمه. الحكايه حكايه مخ. حكايه ازاي الواحد يعمل حساب كل حاجه في حياته بالمظبوط. انت عارف البنت دي مستقويه عليه ليه؟ عشان هي بتشتغل وفي ايدها قرش. لو هو بقى معاه كان قعدها وكسر عينها. عداك العين. طب ايه اللي منعه؟ ما قلت لك ايده مش طايل. فاطمه ننسى ان عبد الوهاب ابننا ونتكلم بالصراحه. الراجل لازم يملى عين مراته حتى لو كان دخله على قده. مش كل الستات زي بعضها، فما بال دي خواجايه. بقول لك ايه يا عبدو؟ انا عايزاك تزود مصروف الواد شويه، خليه يقدر يقعد. لو كان ده يصلح حاله كنت زودت مصروفه من غير ما تقول يا فاطمه. لكن ابنك ده مش هيصلح حاله ويبقى راجل يملى عين مراته الا اذا اشتغل. لو ده ما حصلش يبقى البنت دي معاها حق ومحدش يزعل من الحق. انت اللي من اساسه مش عايز تريحني. ابنك اللي مش عايز يريحنا كلنا. تعرف انك وحشتيني قوي. اخويا بس احنا في ايه ولا في ايه؟ صدق وربنا قلبي واكني على البت نوفا هموت. ايه مالها نفيسه؟ مش ربنا نتاحها بالسلامه وخلاص؟ عايزه اجيبها تقعد معاي، عايزاها تبقى في حضني البت نفسها. بس اعمل ايه بقى؟ عيالك قواي. قال لا ما تجيش تقعد، ما احناش ناقصين وجع دماغ عشان مرات خالهم وبنتها هيجوا يلزقونا. لا معاهم حق. الوليه مرات اخوك دي اتفات لها بلاد، دي خلل. يا اعوذ بالله. ده كام يوم بتاع المستشفى دي خلتني في مورستان. وقال ايه؟ عايزاني اصدق ان الواد ابن نفيسه شبهي. مش بعيد تكون هي اللي سميته على اسمي. لا بنتك هي اللي حكمت رايها. بس اسكت يا عبدو، ده انت كبستهم كبسه صعب. ما كانش قصدي. انا كان نفسي ابني هو اللي يخلف ولد ويسميه على اسمي. ساعتها الدنيا كلها ما كانتش هتسعني. لكن ابني بنتي مهما كان اسمه هيروح لغيري. ما لقيتش غير الخواجه دي اللي بابننا يخلف منها. الركع العصب يا فاطمه، الواد ابن ابوه مش ابن امه.
يا سلام، وانت من امتى يعني بتفرق في المعامله بين الصبي والبنت؟ ما كلهم عندك غلاوه واحده. دول كلهم ولاد يا فاطمه، بس اللي انا بقوله ده حاجه تانية. الهي ما يسوك في حد فيهم ابدا يا رب. يا رب. على فكره اعملي حسابك، ست فوزية مرات محفوظ سردينة هتيجي تبارك لك بكرة. ما قلتلكش جاية الساعة كام؟ يعني الساعة 5. أنا عارفة هي جاية ليه. ربنا يهديكي ويعدل مخك. قادر يا كريم يا بهيرة يا بنت فاطمة. شوف الولية دلوقتي، بهيرة بقت بنت فاطمة مش بنت عبد الغفور. يا ولية ادعي كويس عشان ربنا يستجيب. هي الدعوة بتستجاب كده، اللي شالت وخلفت. تعالي تعالي، عايز أقولك. عايز إيه؟ انت ايه حكايتك؟ حكايتي لا بجد، ايه حكايتك يعني؟ ايوه ما في، مش فاهم بتحلوي ليه؟ خير ده بتكلم جد. العيال كبرونا. مالك قاعدة كده ليه؟ ابتديتي تفكري؟ أفكر في إيه؟ في أي حاجة. أنت طالما قعدتي القعدة دي يبقى بتفكري في أي حاجة. إيه أخبارك مع حسين؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ أمال بتقابلي ليه؟ أحس إني عايزة أشوفه فبقابله. يبقى بتحبيه؟ ما اقدرش اقول لا. يبقى ايه بقى المشكله؟ مشكله انه عايز يتجوزني. يتجوزك بالسرعه دي؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انتوا لحقتوا تعرفوا بعض؟ مش عارفه ولا لسه بتفكر؟ لا يا نظير، انت لازم تبقي عارفه كويس قوي، ولازم تعرفيه هو كمان كويس قوي، يا اما هتبقي مجرد نسخة تالتة مني انا وسنية. انا ابتديت ابقى خايفة قوي يا بهيرة، مش عارفة افكر، تفكيري كله متردد. كلنا بقينا خايفين. وتقدري تقولي كمان ان احنا بقينا متعقدين. عارفة يا نظير انا بتمنى ايه؟ بتمنى ان بابا كان يبقى انسان فقير، أو بني آدم بسيط زيه زي بقية الناس. أنا ابتديت أكره إنه غني. إيه السبب؟ يعني ما أنتيش عارفة إيه السبب؟ أي حد بيتقدم لنا مش بيتقدم عشاننا، بيتقدم علشان خاطر فلوس بابا. لكن عندك مثلا فاطمة بنت خالك، تفتكري لو اتقدم لها عريس هيتقدم لها ليه؟ هيتقدم علشانها هي، لأنه عارف إن أبوها ما حلتوش أي حاجة. لا يا بهير، العيب مش في بابا. من حق كل واحد انه يبقى غني ويقدر يحقق ذاته. العيب مش في بابا، العيب فيك انت وسنية. ازاي؟ لان انت وسنية ما قدرتوش تعملوا شخصية مستقلة عن شخصية بابا. حتى التعليم مش عايزين تكملوه، راضيين بالامر الواقع، قاعدين مستنيين. ولا واحدة فيكم عايزة تبقى نفسها؟ كلكم كنتوا معترضين على عبد الوهاب، بس انا لما قعدت فكرت بيني وبين نفسي حسيت انه الوحيد اللي على حق. عبد الوهاب. ايوه عبد الوهاب. انت عارفه ايه مشكله عبد الوهاب؟ مشكلته انه عايز يبقى نفسه، مش عايز يبقى مجرد عبد الوهاب عبد الغفور البرعي، بس مش عارف يبتدي منين. عارفه لو عارف يبتدي منين هيلاقي نفسه، ولو لقى نفسه هيقدر يحقق ذاته.
طب ما انت عندك نوفا، ما هي ظروفها زي ظروفنا بالظبط، لكن هي اتجوزت وخلفت وعايشه حياتها سعيده. لا نوفا دي وضع تاني، نوفا حط عينيها على هدف وعايزه توصل له. ايه بقى هو الهدف ده بابا؟ مش فاهم. نوفا انسانه واقعيه، تعليمها متوسط وما عندهاش النيه اساسا انها تكمل تعليمها، واختارت واحد ما بتحبوش بس بيشتغل مع بابا، عارف كل صغيره وكبيره عن شغل بابا، ده غير انها كمان مسيطره عليه سيطره كليه، واتفقت بينها وبين نفسها او حتى مع جوزها انهم يورثوا بابا بعد الشر عليه ده، طبعا بعد عمر طويل. يعني سياستهم هي الصبر، او بمعنى تاني سياسه النفس الطويل. اما جوز ثانيه وجوزك بقى فما كانش عندهم صبر، نفسهم ما كانش طويل، عشان كده الجوازتين فشلوا. بس احنا ما كانش لينا اي ذنب. يوه، يبقى انت ما فهمتيش حاجه من اللي انا عايزه اقوله. انا قصدي ان نبيل وابراهيم اتجوزوكم عشان بابا، ما كانش في حاجه تجذبهم ناحيكم غير السبب ده. طب تقدري تقولي لي بقى ليه ابراهيم عايز يرجعني تاني بعد ما عمل شغله وبقى عنده فلوس ومش محتاج لبابا خالص؟ ما هو انا بقى عايزاكي تعيدي التفكير في الموضوع ده بالذات. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.